في يوم الضمير العالمي، مجموعة أشخاص يأخذون على عاتقهم المحافظة على التراث البغدادي بصحوة ضمير لا يبحث عن المقابل المادي. فبعد تعرض التراث البغدادي وبالأخص البيوت في شارع الرشيد والأماكن المحيطة به إلى الهدم، شكلت مجموعة من المهتمين بالتراث جمعية للمحافظة عليه. احنا مجموعة نحافظ على التراث، من ضمنها منظمة الأرشفة والتراث البغدادي. احنا نقوم بمنع أي تلاعب وأي تدمير للبنية التحتية للتراث والمباني التراثية البغدادية القديمة. أغلب البيوت المحاضية لنهر دجلة والتي كانت تمثل عنوان بغداد هدمت من قبل مستثمرين، فيما استطاعت جمعية المحافظة على التراث وبشكل تطوعي أن توقف بعض عمليات الهدم التي يتعرض لها التراث البغدادي. أي حملة لإيقاف هدم البيوت التراثية والأماكن التاريخية في بغداد هي عملية إيقاف إبادة جماعية لتاريخ العراق والفلكلورة. أكثر من نصف هذه المنازل تعرضت للتشويه والتغيير من قبل تجار ومستثمرين، حيث حولت أغلب البيوت إلى مخازن تجارية دون تدخل من أمانة بغداد. مهدي غريبوان، نيوز بغداد.